بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلقة اليوم عن السيرة النبوية الشريفة، ونبدأ بغزوة بدر الكبرى، وهي الوقعة العظيمة التي فرق الله بها بين الحق والباطل، وأعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيرا مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر بن حرب في 30 أو 40 رجلا من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموالا جزيلة لقريش. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضرا بالنهوض، ولم يحتفل لها احتفالا كثيرا، إلا أنه خرج في 310 رجلا لثمان خلون من رمضان، واستخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم. فلما كان بالروحاء رد أبو لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ولم يكن معه من الخيل إلا فرسان للزبير وفرس للمقداد ابن الأسود، ومن الإبل 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة، فأكثروا على البعير الواحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرسد ابن أبي مرسد يركبون بعيرا، وزيد ابن حارثة وأبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقبون جملا، وأبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف على جمل آخر وهلم جرة. ودفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى مصعب ابن عمير، والراية الواحدة إلى علي ابن أبي طالب، والراية الأخرى إلى رجل من الأنصار. وكانت راية الأنصار يومئذ بيد سعد ابن معاذ، وجعل على الساقة قيس ابن أبي صعصعة. وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قرب من الصفراء بعث ابن عمرو الجهني، وهو حليف بني ساعدة، وعدي ابن أبي الزغباء الجهني حليف بني النجارة إلى بدر يتحسسان أخبار العير. وأما أبو سفيان فإنه بلغه مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده إياه، فاستأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا مسرعين وتجهزوا في الخروج، ولم يتخلف من أشرافهم أحدا سوى أبي لهب، فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، لم يخرج منهم أحدا. وخرجت قريش من ديارهم وأقبلوا في تجمل وحنق عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يريدون من أخذ عيرهم، وقد أصابوا بالأمس عمرو ابن الحضرمي والعير التي كانت معه، فجمعهم الله على غير معاد لحكمة يعلمها الله. هذا وبالله التوفيق، دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء في حلقة قادمة نستكمل فيها السيرة النبوية العترة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.